ليس ثمة موتى غير أولئك الذين نواريهم في مقبرة الذاكرة. إذن يمكننا بالنسيان أن نشيع موت من شئنا من الأحياء، فنستيقظ ذات صباح ونقرر أنهم ما عادوا هنا. بإمكاننا أن نلفق لهم ميتة في كتاب، أن نخترع لهم وفاة دهمة بسكتة قلمية مباغتة كحادث سير، مفجعة كحادثة غريق، ولا تعنينا ذكراهم لنبكيها كما نبكي الموتى. نحتاج أن نتخلص من أشيائهم، من هداياهم، من رسائلهم، من تشابك ذاكرتنا بهم. نحتاج على وجه السرعة أن نلبس حدادهم بعض الوقت، ثم ننسى.